الخير مشاهدينا، برح فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث يوم السبت 8 اذار 2014. بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو معالي الوزير السابق يوسف سعاده. صباح الخير معالي. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. طبعا يوم 8 اذار يوم المراه العالمي، رح نحكي شوي عن هذا الموضوع اضافه الى شؤوننا وشجوننا الداخليه من الحكومه والبيان اللي ما عم يعرف يطلع وهالجمله اللي ما عم تعرف تنكتب، وصولا الى اللغط كمان الذي أثارته الرسالة التي توجه بها وزير الخارجية جبران باسيل إلى مجلس وزراء الخارجية العرب. هل تضمنت كلمة مقاومة أم لم تتضمن؟ هل على ما يبدو لم تتضمن كلمة المقاومة بحرفيتها، يعني ما قال بس أصدى، يعني تحت هيدا المبدأ هل وصل فينا التعثر إلى أن يرجع موضوع البيان الوزاري إلى مجلس الوزراء؟ وهون في اختلاف بوجهات النظر عن هذا هذا مرفوض طبعا، مرفوض طبعا. بس ولكن هو دستوريا جائز. رح نحكي بهذا الموضوع أكيد، إضافة إلى ذلك العلاقات بين الحلفاء ومع الحلفاء ومع الخصوم، استحقاق رئاسة الجمهورية بكركي ورأي الكنيسة المارونية، وين صار اجتماع الأقطاب يلي ناطرينه، إلى متى استحقاق مثل ما قلنا استحقاق رئاسة الجمهورية، وطبعا الوضع الإقليمي على رأسه الوضع السوري أكيد يلي هو عمليا يلي بحط السقوف لأي مرحلة سياسية مقبلة بهذا الإطار، والبيت الداخلي لتيار المردة إذا لحقنا ووصلنا الوقت لهذا الموضوع. خلينا نحن كالمشاهدين جولة إخبارية سريعة مع كلارا جحا، نعود بعدها ونبدأ بالحوار. شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وابدا الحوار مع ضيفي مع الوزير يوسف سعاده. اهلا وسهلا فيك من جديد معالي. يوم المراه العالمي، صحيح. المراه يلي هلا عم تمرق اليوم باصعب ايامها، سواء جراء الحروب يلي عم تعيشها وقبل الحروب، وما نحط الحق على الحروب، جراء القوانين الجائره، صحيح. جراء الرجال الجائرين الله يبعدك عنهم، يعني التعنيف، القتل، الضرب، للاسف كل شيء. شو بينقال اليوم مثل هيك؟ اول شيء بدنا نوجه تحيه للمراه، المراه بشكل عام، الام والاخت والعامله لكل مراه في العالم. للأسف يعني نحن هذه الذكرى صارنا أكثر من 100 سنة العالم بيحتفل باليوم العالمي للمرأة، وبعدنا بلبنان قانون ضد العنف بيحمي المرأة من العنف ما عم نقدر نسن، ما عم نقدر نصدر قانون بيحمي المرأة من العنف، يعني هذا هو أبسط حق من حقوقها، مفترض علينا أخلاقيا وإنسانيا وحضاريا بأنه ننجز هذا القانون بأسرع وقت ممكن. هلأ بيبقى في مجالات أخرى يجب أن المرأة تدخل عليها، ويجب أن يكون المرأة لها دور فيها مثل الرجل. صحيح. هون يعني إذا بدك في مآخذ على الرجل في مجتمع ذكوري عم بيوضع بعض الحواجز وبعض العوائق بوجه المرأة، بالمقابل يعني عليه الرجل دور والمرأة عليها دور بأن تحطم هذه الحواجز وبأنها هي توصل، خصوصا أنه اليوم بلبنان في مجالات دخلتها المرأة بشكل واسع ومجالات مهمة مثل القضاء، المحاماة، الهندسة، يمكن في بعض الجانب السياسي هيدا بده تشجيع من الأحزاب، بده تشجيع من المجتمع بشكل كامل، وبنفس الوقت المرأة عليها دور هي أنها تقتحم هيدا المجال، أنها تحاول تكسر الحواجز، ونحن ما نزيد هيدا الحواجز أمامها. فإن شاء الله تكون هيدي الذكرى بخلال هيدي السنة نقدر نوصل لأولا لقانون يحمي المرأة من العنف، وهيدا أمر بديهي والحكي فيه صار معيب، يعني أنه ونشوف المرأة كمان بمجالات متقدمة خصوصا في السياسة اللبنانية. سؤال أخير بهذا الموضوع، لأنه إذا بنحكي ساعات لنا في المرأة حقها وبدها حلقات يعني متتالية لحتى اللي نحكي بهذا الموضوع، ولكن معاليك شو اللي بيمنع أن على القليلة تنحمى المرأة، أن يتم سن قوانين تحمي المرأة من العنف؟ شو اللي واقف حاجز أمام هذا الأمر؟ يعني ما يعني نجرب، يعني عم جرب نلقي مبرر، ما عم نلقي مبرر، يعني فعلا مبرر إنساني أخلاقي ما في، لا يوجد حتى مبرر مثلا قانوني. مبرر قانوني نحن بالحكومة اللي شاركنا فيها بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، عملنا قانون، مشروع قانون للعنف الأسري. برأينا نحن ما كان كافي، برأينا كمرد أنه هذا القانون ما كان كافي، كان مفترض يكون متقدم أكثر من هيك. هلأ في بعض الناس، بعض التيارات يمكن بتعطي هيك جانب ديني للموضوع، يعني بتقارب الموضوع بشكل حذر. نحن منقول بأنه حق المرأة
علينا كلياتنا بان تكون عايشه مكرمه، هذا ابسط حقوقها، يعني ما بدنا نمننا بهيدا الحق، انما تنضرب، انما تموت تحت الضرب، انه ما يعنفها جوزها، انه هذا ابسط حقوق. علينا انه نتوجه باسرع وقت لمجلس النواب ونكسر كل العوائق اذا كان هناك من عوائق ونقر هيدا القانون، لانه نحن بندعي انه بلد حضاري، اذا كنا بلد حضاري وبعدها في نساء بتتعذب للموت بنكون بلد متخلف مش حضاري نحن. صحيح. وهون يجب على القضاء بانه يكون صارم وبانه ياخذ احكام قاسيه جدا بحق كل رجل بيعنف مرأة، وخصوصا انه بهيدي الفتره الاخيره شهدنا حالات وفاة. صحيح. فالقضاء عليه دور كتير كبير. يعني فعلا مش مقبول نحكي بقى بسنة 2014 بأنه في مرة عم تنضرب للموت ببلد نحن بندعي أنه نحن حضاريين، مش ما بقى مقبول هيدا الأمر. على كل حال في يوم المرأة العالمي تحية لكل نساء العالم، ويعني هي كمان خلينا نحرفها ونقول لكل نساء العالم، يعني نساء العالم اتحدوا، إذا بدها الأمور نزلة ونوم بالشارع فخلينا ننزل وننام بالشارع، علو بنقدر نوصل للنتائج المرجوة بهذا الإطار. فلننتقل إلى شؤون داخلية وشؤون سياسية. حكومة تشكلت، نطرناها أشهر، تشكلت، ما عم نقدر نكتب جملة تنخلص هالبيان الوزاري ويصير فيه، يعني تروح حكومة إلى مجلس النواب تاخد ثقة وتصير حكومة مضبوطة وفاعلة وتقدر للأسف تمشي وتسير أمور هذا البلد. شو المشكلة؟ شو هالمشكلة اللي ما عم بتخليه يعني اللجنة تقدر تسوق بيان وزاري؟ يعني إذا منتابع مسار تشكيل الحكومة، تشكلت طبعا طولت الحكومة، ولكن بالنهاية طلعت حكومة شبه جامعة فيها معظم القوى السياسية اللبنانية وحكومة وحدة وطنية. مصلحة وطنية. هلأ صرنا عم نفتش على المرادفات بهيدي الفترة. بلشت بيان اجتماعاتها لجنة صياغة البيان الوزاري، وبأول يومين كان مبين أنه لح تنجز بيانها بسرعة قياسية. كانت الأجواء كتير منيحة والنقاشات إيجابية وبناءة، وكان في صياغ واقتراحات قدمت وتقريبا كان في شبه موافقة عليها. وفعلا كانت رايحة الأمور باتجاه أقرار بيان بأسرع وقت ممكن. هلأ فجأة تعرقلت بعد رابع اجتماع، بلشت تظهر العراقيل اللي كانت تناقشت بالاجتماعات الأولى وتقريبا تم، ما بدي أقول موافقة ولكن شبه موافقة عليها. خلينا نوقف عند هذه النقطة بالتحديد. العرقلة صارت معروفة وين هي؟ بتعبير المقاومة بحد ذاتها. إذا قلنا أنه الثلاثية خلصنا منها، يعني موضوع جيش وشعب ومقاومة، ممكن الاستغناء عنها مقابل صيغة أخرى. صحيح. تكون موازية لها بالمعنى ومختلفة باللغة وبطريقة الصيغة. وفي موضوع إعلان بعبدة كمان، هو الاثنين يلي أكثر شيء معرقلين هذا الأمر. طيب إذا عم تقول أنه بأول أربع جلسات كان في نوع من الحلحلة. صحيح. يعني وفي أخذوا عطا، وكلنا كنا متأملين أنه ما بده أكثر من ثلاث جلسات، جلستين ماكسيموم وبيطلع البيان، بما أنه متفق في أمور بيكون كلنا بنعرف الكواليس يعني متفق عليها مسبقا. شو هو الشيء اللي فجأة إجا وعرقل هذا؟ يعني مين؟ يعني هل هو مصدر داخلي؟ هل هو مصدر خارجي؟ هل هو تقاطع مصالح خارجية داخلية؟ شو الموضوع؟ يعني أكثر من نقطة. إعلان بعبدة بعد ما تم البحث فيه ونلاقى صيغة بديلة عنه، رجع باجتماع طرح وتم الإصرار على إدراجه بالبيان الوزاري، وهيدا الحكي قال بوقتها أنه من قبل رئيس الجمهورية. نعم. هو اللي طلع. رجع بعدين رئيس الجمهورية قال هو بيمشي بالصيغة اللي مطروحة، واعتبر أنه إعلان بعبدة أهم من البيان الوزاري، يمكن بمثابة شرعة حقوق الإنسان ومثابة تأسيس الأمم المتحدة، يعتبره هو شو بيحب أرفع من البيان الوزاري، هو معتبره هيك، يعتبره حقه، يعتبره اللي بده إياه. انتقلنا للمقاومة، صار في فجأة في رفض لذكر كلمة مقاومة. من قبل مين؟ من قبل 14 أدار ومن قبل تيار المستقبل تحديدا، صار في رفض لذكر كلمة المقاومة. نحن فريقنا كان مرن وعم بيقول أنا هيدي الثلاثية تحديدا إذا ما بدكم إياها كالثلاثية منفتش على صيغة أخرى، منفرفطها، منفتش على صيغة أخرى. يعني هلأ هني طبعا عم بيقصدوا المقاومة، لأنه إنه آخر شيء جيش وشعب والمقاومة، يعني أكيد هني مع الجيش والشعب، هني ضد المقاومة بيصيروا بهيدي الحالة. لقينا إنه نحن لازم كحكومة وحدة وطنية ولازم ندخل البلد بجو إيجابي إلى البلد، والناس معلقة أمال كبيرة على هيدي الحكومة، إنه ما في مشكلة بالصياغة بنتفق على الصياغة. هلأ الإصرار اللي مؤخرا بأنه رفض كلمة مقاومة له دلالات كتيرة. هل يعني في أكثر من سؤال، هل هو معطى خارجي جديد؟ أنا ما بتصور، يعني خليني أقول إنه ما بتصور إنه معطى، ما بتتصور إنه معطى خارجي جديد؟ يعني بشكل صارم هيك معطى خارجي ممنوع ذكر المقاومة بالبيان الوزاري، بس بستبعد يعني، أو بتمنى إنه ما يكون إذا بدك يعني يكون الأصح، لأنه إذا كان في معطى خارجي معناتها نحن أمام مشكلة لا حل لها، ومعناتها الحكومة رايحة
إذا كان في معطى خارجي جامد وصارم بأنه ممنوع ذكر كلمة مقاومة بالبيان الوزاري. إذا تعتقد أنه معطى داخلي؟ في بعض يعني في إشارات خارجية مع بعض التصلب الداخلي، كل واحد عم بيحاول يكسب جمهوره، كل واحد عم بيحاول يخاطب شارعه بأنه أنا ما تركتك وما خنتك وأنا ما دخلت إلى الحكومة وتخليت عن. فينا نحكي بالأسماء؟ يعني اللي موجودين معطى خارجي ومعطى داخلي. المعطى الداخلي معروف مين عم بقول لك. هل هي معطى خارجي؟ هل هي إشارة سعودية عبر الرئيس سعد الحريري وممثلينه في لجنة صياغة البيان؟ بحكي الأمور بصراحة بالأسماء، لأنه ما بقى فينا يعني الناس شمس طالعة والناس إيش ما بقدر أعرف إذا في موقف السعودي للرئيس الحريري، ما بقدر بعرف. عم بقول يعني قد يكون الإشارات اللي عم نلتقطها نحن أو اللي عم يعني عم نحللها يمكن تدل على إشارات إقليمية، ولكن أنه يكون في موقف سعودي هذا أمر ما بقدر أنا أجاوب عليه لأني ما بملك الإجابة. هلا في تغيير بموقف تيار المستقبل داخل لجنة البيان الوزاري؟ طبعا في تغيير وطبعا صار في يعني هيك تشبث أكثر، صار في إصرار أكثر أنه عدم ذكر كلمة المقاومة، هذا الأمر حصل. هلا وتقدم أكثر من صيغة من قبل الرئيس بري ومن قبل نائب جنبلاط، تقدم صيغة مقبولي وكان مفترض أنها تمشي. هلا الاجتماع الأخير اللي عقد امبارح يوم الجمعة كان في كلام بأنه في صيغة ما بده يتقدم فيها الرئيس الحريري، كمان ما تقدم بهذه الصيغة. بس هو قال أنه الأسبوع المقبل يعني بتصورنا نحن بأنه الأسبوع المقبل لح يكون في صيغة، تصورنا بنأمل بأنه يكون في صيغة وأنه يطلع البيان الوزاري، لأنه بالنهاية هذه الحكومة هي ضرورة وحاجة لكل الناس لكل الأفريقيا. ليش بده يكون الأسبوع المقبل في شو اللي بده يتغير من هلأ للأسبوع المقبل؟ وشو هو هذا الطرح اللي ممكن أنه يتقدم فيه الرئيس سعد الحريري يكون فيه حل حلي لهذه؟ الرئيس الحريري أكيد بيعرف بأنه بيان وزاري بدون كلمة مقاومة ما بيمشي، قالها صراحة الرئيس بري وغيره يعني. ومعروف يعني هيدي يعني هلا إذا كنا عم نلعب لعبة عد أصابع على آخر يوم كمان هيدا ببين معنا يوم الثلاثة. فإذا بدنا نعمل بيان وزاري بدنا نذكر كلمة المقاومة. هلا كيف بنذكرها؟ المقاومة هي مرنة بأي صياغة بتلاقيها هي مقبولة ومناسبة وبتحفظها. بالنهاية نحن عم نحكي عن مقاومة قدمت آلاف الشهداء في سبيل لبنان وحررت الأرض وهزمت إسرائيل، يعني هيدي المقاومة مش معقول هيك بشطبة قلم يقرر حدا أنه بده يشيلها من البيان الوزاري. وبالتالي إذا كان في من حل حالي لح تكون الحل حالي ضمن صياغة موجود فيها موجودة فيها المقاومة. برأينا نحن أنه هذه الحكومة كونها حاجة وضرورة لكل الأفريقاء وخصوصا لفريق 14 أدار ولتيار المستقبل تحديدا، فمن المتوقع بأنه تنوجد هذه الصيغة. هلأ إذا كان بدهم يفرطوا الحكومة ونروح على حكومة تصريف أعماله ونرجع نفوت على استشارات جديدة والاستحقاق الرئاسي بعد شهرين، يعني منكون عم ندخل البلد بالمجهول وعم أول شيء عم نطير الاستحقاق الرئاسي وعم يعني عم أنت شو شايف؟ أنت شايف أنه الأسبوع المقبل رح نروح إلى حل ونروح إلى صياغة بيان؟ يعني تحليل مع بعض المعلومات بأنه رح نلاقي حل مقبول ونروح والحكومة كونها حاجة للجميع رح يصير في بيان وزاري وتتقدم الحكومة من المجلس النيابي بالثقة. هلأ ممكن اللي عم نحكيه يكون هذا في بعض التمنيات، إذا كان في معطى خارجي، إذا كان في تدخل خارجي صارم لا ما أكيد ما نشوف بيان وزاري. ولكن إذا ما كان هذا التدخل صارم وموجود هيك بشكل أنه ممنوع ذكر كلمة مقاومة، برأيي أنه رح نشهد بيان وزاري يوم الثلاثة. طيب كلم الرئيس تمام سلام والدعوات يلي سمعناها بأنه يا أخوان بما أنه نحن صرنا كذا كذا جلسة وما عم نقدر نقعد نتفق على بيان وزاري وما عم نقدر ويبدو أنه واصلين ل طريق مسدود ومش قادرين نفوت باللعبة ونكمل فيها للآخر، خلونا نروح إلى طرح الموضوع للتصويت على مجلس الوزراء ويحل الأمر إلى مجلس يعني الوزراء. تركيبة الحكومة تمنع هذا الأمر. ليه؟ لأنه الأكترية. لا شو بدي بالأكترية والأقلية؟ لو كان نحن معنا أكثرية مش هذا البحث. لما عم نعمل حكومة شراكة وطنية ولما أخذنا هذا الوقت كلياته تقدر نعملنا حكومة شراكة موجودين فيها تقريبا الكل. بالتالي هذا الشيء بيحتم علينا بانه نطلع بيان وزاري توافقي نكون الكل متوافقين عليه. مش معقول نطلع بيان وزاري ونصوت عليه. هي تحفظ على بعض نقاط بيان الوزاري اللي اعتمدت بفترات سابقه بحكومات سابقه بدعه اساسا مش موجوده. هيدي بدعه. حتى وزير العدل انذاك ابراهيم نجار يلي هو تحفظ قال انه هيدي بدعه بداخل الجلسه، قال انه هيدي بدعه مش موجوده، انه هيدي حكومه يا بتلتزم ببيان الوزاري كلياتها يا اما مش حكومه. وبالتالي هيدي حكومه عندها صفه توافقيه
مفترض تجمع البلد ما تقسمه أكثر، مفترض أن تأمن الاستحقاق الرئاسي مش تعرقل الأمور أكثر، مش ما تروح فكرة أنه نطلع بالبيان الوزاري على التصويت. علما أنها خطوة دستورية، يعني إذا بدنا ننتقل على الكلام اللي قاله نائب السابق مخيل ظاهر، ونحن بنعرف أنه مرجعية دستورية. سمعته، ولكن شيخ مخيل ظاهر بيقول أنه يعود لمجلس الوزراء إنجاز البيان في حال لم تتمكن لجنة صياغته من الوصول إلى نتيجة، وقال أنه مجلس الوزراء هو من يقرر هذه المسألة، وأن الدستور لم ينص على وجود هذه اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء صحيح. كإجراء في عملية تسهيل البحث بين مختلف المكونات الممثلة داخله. نحكي هلأ عم نحط الدستور على جنب، هذه الحكومة شكلها طبيعتها تركيبتها هي حكومة وفاق وطني، حكومة سموها ربط نزاع رئيس الحريري، مصلحة وطنية نسميها اللي بدنا اياه، يعني الفريقين موجودين على الطاولة والفريقين عندهم رأيهم، إذا بدنا نعمل بيان وزاري بالأمور الأساسية في انقسام حول منه نطلع نصوت عليه، فما بتعيد هذه الحكومة حكومة مصلحة وطنية، وبالتالي هذه الشراكة اللي عم نحاول نعملها وعم ننسجها بالبلد يعني ما بنكون عم بتكون عم توصل لحائط مسدود، علينا أنه ننجز بيان وزاري، إذا ما قادرين نتفق على بيان وزاري في مشكلة، ليش بدنا نعمل حكومة صحيح. مع بعضنا ساعتها. طيب خليني أروح على الأسوأ. الأسوأ أنه طلعت شاء رئيس الحكومة أنه يعني يزت الكرة، يرجع الكرة على ملعب مجلس الوزراء، شو بيصير؟ بيصير انسحابات مثلا، استقالة وزراء، انسحاب من الحكومة؟ يعني بعد ما وصلنا لهون تندرس الموضوع، أنا بستبعد كليا بأنه يطلع البيان على التصويت، بستبعد يعني لا على التصويت لا، يعني احنا انطرنا 10 شهور، ليش ما عملنا حكومة؟ ليش ما صار حكومة بلبنان؟ لأن احنا كنا عم نقول بدنا حكومة شراكة وطنية، بعد كان بده حكومة حيادية، بعد بده حكومة أمر واقع، تبين آخر شيء أنه لبنان بالظروف الطبيعية هو بحاجة لحكومة وحدة وطنية، حكومة شراكة وحكومة مصلحة، كيف بالظروف الاستثنائية؟ تبقى أخذنا 10 شهور تعملنا حكومة جامعة، بنجي هلا بنفرطها بأول يوم ببيان الوزاري، نحن ولا منطق بيقول بأنه اختلفنا على بيان الوزاري نطلعه على التصويت، لأنه ساعتها نحن نقسم فريقين فوق بالتصويت، وبتكون هيدي المصلحة الوطنية بالحكومة. شو ساعتها معالي الوزير؟ يعني اليوم كمان الرئيس حسين الحسيني اللي هو كمان مرجعية بالتشريع بيقول أنه لا مش مزبوط أنه الحكومة عندها قد ما بدها إلى ما شاء الله تتعمل بيان الوزاري، عندها 30 نهار لا أكثر ولا أقل طبعا. يعني بعد 30 نهار ما في بيان الوزاري، هذه الحكومة تعتبر مستقيلة. يعني المهلة اللي حددها الدستور هي مسقطة، البعض كان عم بيقول أن هي مهلة حظ أو حس، هي يبدو وصار في إجماع حول منها أن هي مهلة مسقطة، وبالتالي ب 17 الشهر إذا كانت ما عندها ثقة الحكومة ما عندها بيان وزاري تعتبر مستقيلة، تعتبر. ولكن إذا ما قدرنا نجزنا بيان وزاري ب 10 أيام وب 15 يوم وب 20 يوم، معناتها ما رح نعمل بيان وزاري للحكومة، يعني الوقت الطويل مش هو أنه بيخلينا نتوصل لنتيجة. لا سمح الله، إذا وصلنا أنا متشائم اليوم، إذا وصلنا إلى هذه الحالة. أنا رأيي أنه الأرجح ما نوصل، رأيي، لأنه في مصلحة عند الجميع بأنه الحكومة تمشي وتقلع وأنها تاخد ثقة، رأيي، عم بعطي رأيي هون بهذا الموضوع. إذا وصلنا تعتبر الحكومة مستقيلة، بين أنها تعتبر الحكومة مستقيلة وبين أنه يرفع البيان الوزاري للتصويت داخل مجلس الوزراء، الأهين والأسهل أنها تعتبر مستقيلة. يعني نحن هلا بدنا نكون بانتظار الأسبوع الجاي لحتى اللي يكون في صيغة منقذة من عند دكتور رئيس سعد الحريري، هي اللي تسهل عمليه. ممكن يكون عنده صيغه تسهل يتعدل فيها، يعني مش رح يعطينا نص نحن نبصم عليه، ولكن ممكن يكون في صيغه او صيغه معالي الوزير جبران باسيل لمجلس وزراء الخارجيه العرب. فعلا ما اطلعت عليها بشكل كافي للصيغه، سمعت امبارح اللغط حول الموضوع، رح نحكي عنها بالتفصيل، نحكي بوقتها عن الوزير باسيل مش ممكن يكون ضد المقاومه، يعني هذا امر مفروغ منه، ولكن الصيغه ما اطلعت عليها ولا وما عرفت تعرف تعطي رايي فيها، بس على ما يبدو ولكن الصيغه ما فيها كلمه مقاومه. هلا اذا بدك تساليني رايي انا، انا مع انه لبنان يكون محافظ على هذه الصيغه مقاومه اسرائيل، يعني هذا حق من حقوقنا، هذه المقاومه هذا حقنا، هذه المقاومه انجزت ما لم ينجزه كل الجيوش العربيه مجتمعين، هذه المقاومه اللي قدمت الشهداء وعندها جرحى ومعاقين ومصابين، مش ممكن نحن نمحيها بشطه قلم. هلا الوزير باسيل انا متاكد بانه هو بنفس التفكير وبنفس المنطق، هلا بموضوعه تحديدا ما بقدر جاوب لانه ما عندي فكره واضحه. معليك اذا كانت الكلمه بتحبيبي حذافيره، يعني هيدي الخمس احرف مقاومه، إذا ما كانت موجودة بالنص هيك كلمة مقاومة بالبيان، مين بتزعج أساساً؟ يعني لا شو يعني خيال لك إنه مثل ما صحيفة الأخبار اليوم حطت الصيغة يلي بعتها
مع الوزير باسيل من بعد ما كان لا وقف الصيغه اللي كان بعتها قبله مع الوزير عدنان منصور يلي فيها جيش وشعب ومقاومه. بتقول يؤكد المجلس على كمان ثلاث نقاط يبدو فيه كلام هون: حق لبنان واللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعه وتلالك فرشوبه اللبنانيه والجزء اللبناني من قريه الغجر، ومقاومه اي اعتداء بالوسائل المشروعه والمتاحه. مقاومه يعني مش مقاومه بهذه مقاومه فعل المقاومه يعني حق اللبنانيين بالمقاومه. هذا حق اصلا هي بتضمنها شريط حقوق طبعا موجوده بشريط حقوق الامم المتحده. هذا يعني هذا حق. هلا نص يعني بسرعه انه في كلمه مقاومه، ولكن انه مش المقاومه مقاومه مش مع التعريف تنحدد اي مقاومه عم نحكي عنها للبحث. ولكن يعني انا ما عم بعرف كلمه المقاومه مين بتزعج. مين بتزعج؟ اسرائيل يعني بتزعج فريق بلبنان؟ ما عم نحكي نحن عن حق مقاومه اللبنانيين بمقاومه اسرائيل. بس صار واضح انه الموضوع هو موضوع الفريق وتحديدا فريق 14 اذار يلي عم يعتبر يعني هن بيقولوا انه هن منهم ضد مبدا المقاومه، ولكن عم يعتبر انه هالكلمه بالتحديد وجودها بالبيان الوزاري عم بتشكل نوع من غطاء لافعال يقوم بها حزب الله تحت ستار المقاومه، منا التدخل في سوريا، منا 7 ايار جديد، منا هذا الكلام. يعني خلينا نقول انه البيان الوزاري ما هو اللي بيعطي، ما هو اللي بيشرع. يعني الافعال، الناس، الدماء، التضحيات هي اللي اعطت شرعيه للمقاومه. 14 اذار لما دخلوا على الحكومه، لما اخذوا قرار بالدخول الى الحكومه كانوا عارفين بانه في نص بده ينزل ويكون في كلمه المقاومه. اليوم اذا 14 اذار بدها تخاطب شارعها في عندنا مشكله. إذا كانت بتوجه للشارع بالبيان الوزاري في عنا مشكلة. يعني إذا ذكرنا مقاومة الاحتلال بدون المقاومة بنكون عبكرة حزب الله رح ينسحب من سوريا ومنبطل نقاوم إسرائيل، فليش عم نتذكى على بعضنا؟ هيدي المقاومة موجودة، في خلاف حول منا، الخلاف يبحث يدرس في 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 بحث باستراتيجيه دفاعيه، نبحثه بطاوله الحوار. الرئيس نبيه بري قدم مبادره كانت بتتضمن التدخل في سوريا، 14 اذار رفض البحث بهذه المبادره ورفض الحوار حول منها. وبالتالي شو بده يحدد؟ بدنا يحددوا فريق 14 اذار شو المطلوب من الحكومه اليوم. دخلوا الحكومه وندموا بدهم يطلعوا منها؟ دخلوا الحكومه وفقط هدفهم انه نشيل حكومه الرئيس نجيب ميقاتي ونخلي حكومه ثانيه تصرف اعمال، أو دخلوا الحكومة تنعمل حكومة مصلحة وطنية فعليا ونعالج قضايا الناس بدءا من الموضوع الأمني مرورا بالاجتماعي والاقتصادي والسياسي وصولا للاستحقاق الرئاسي؟ إذا كان هيدا الهدف فما مفترض أن يعقدوا الأمور حول هيدا البند. هن بيعرفوا مسبقا أنه كلمة المقاومة رح تكون موجودة. هلأ شو الصيغة؟ نحن مرنين باعتماد الصيغة، ما عم نعقدها باعتماد الصيغة. جيش وشعب ومقاومة صارت زعجتهم الصيغة تحديدا هذه الثلاثية، بنفتش على الصيغة بتحفظ المقاومة وبتكون إلى حد ما حفظت ما وجههم انه هيدي الثلاثيه ما نزلت بالشكل اللي هن معتبرين انه هن ضده. يعني هيدا المنطق بيقول هيك، المنطق بيقول بنروح بهيدا الاتجاه. اما اذا كان الهدف السببين الاولين اللي ذكرتهم بالاول، ساعتها بنكون عم نعرض البلد كله للمجهول. بالنهايه يعني سمر المقاومه بلبنان موجوده. يعني خلينا نقول نعطي مثل بسيط، موضوع المياه والبترول. طيب نحن عندنا نزاع كبير مع اسرائيل بتحديد المنطقه اللبنانيه، المنطقه الاقتصاديه، وصار في ربط نزاع والامم المتحده تدخلت. لو ما في بالحدود البحريه، لو ما في مقاومه بلبنان، لو لبنان بعده قوته بضعفه، ما كانت اسرائيل نبشت البير بهيدي المنطقه اللي في نزاع حول منها، مين كان بيمنعها؟ المواثيق الدوليه، الاعراف الدوليه، القوانين، المجتمع الدولي، امتى سالت عنهم؟ طيب ليش اسرائيل ما استرجت تقرب على ثروتنا النفطيه؟ لانه صارت تعمل الف حساب للبنان، لانه في مقاومه بلبنان. يعني هيدي المقاومة بدنا نعطيها حقها. البعض عنده ما يأخذ عليها بالسياسي بمحلات تانية، يبحث هيدا الأمر، يبحث بمجلس الوزراء، يبحث بطاولة الحوار، يبحث بأي غرفة مغلقة. نحن مع البحث، هيكون مش في مجلس وزراء يعني يعملوا بيان وزاري ونطلع نبحثها بمجلس الوزراء. نحن ما عم نقول إنه ما في اختلاف بالسياسة بلبنان، في خلاف عمودي، في انقسام عمودي، ما في شك موجود، نبحثه بمجلس الوزراء. ولكن أنه نعلق الحكومة كلياتها لأنه نحن قررنا إنه بدنا نرضي شارعنا أو في معطى خارجي معين بدنا نسحب كلمة المقاومة من البيان الوزاري، هذا أمر مش مقبول. إن شاء الله يعني برجع بقول انا برايي بكل تواضع يعني بانه الثلاثه رح يكون في صيغه مقبوله. بتامل
انه الفريق الاخر ما يوقف عند الكلام هيك المبدا اللي اصدره انه نحن بنرفض ذكر كلمه مقاومه، ما يكون يعني جامد مع هذا الكلام، يكون مرن، لانه لما دخل الحكومه هو عارف انه في كلمه المقاومه، وان شاء الله نقدر يوم الثلاثاء انه نطلع ببيان وزاري ترفعه الحكومه لمجلس النواب وتاخذ ثقه على اساسه، مش نصوت داخل مجلس الوزراء على بيان وزاري ان شاء الله. ان شاء الله خلينا ننتقل نحن وياك والمشاهدين لنقوم بجولة سريعة على مقتطفات من مقالات اخترتهم لنا من الصحف اليومية. زميلي رونا حلبي، صباح الخير رونا، ينعاد عليك اليوم المرأة، تفضل. صباح الخير سمر، ينعاد عليك وعلى كل نساء العالم لمناسبة يوم المرأة العالمي. ولهذه المناسبة بالتحديد اليوم رح تبدأ جولتنا على الصحف من مقالات مختارة تتعلق بالمرأة. البداية تحديدا من صحيفة الأخبار ومع ما كتبته حياة مرشاد: نسوية وأفتخر. أنا نسوية حتى العظام وأفتخر، نسوية لأنني وعيت على أقوال شعبية ترى أن الرجال رجال للسياسة والنساء للكنيسة. نسوية لأنني يوم تزوجت أجبرت على الخضوع لقانون أحوال شخصية طائفي يلغي كياني كامرأة ويحرمني أبسط حقوقي. نسوية لأنني يوم حملت بطفلي الأول لم أسمع أحدا يقول لي نفرح لك بعروس، الكل أراد العريس، وبعد وضعه تحولت المجاملات إلى شعيل خاي. نسوية لأنني سلخت عن طفلي بعد 40 يوما من الولادة في ظل غياب إجازة أمومة منصفة لي وله. نسوية لأن حوالي 5000 فتاة تقتل في العالم سنويا باسم الشرف، ولأن شرف أمتي لا يزال مرهونا بجسد النساء ومحدودا بين أفخاذهن. نسوية لأن أكثر من 600 مليون امرأة لا يزلن يعيشن في دول لا تجرم العنف ضد المرأة، ولأن نساء بلادي لا يزلن يعانين ويدفن يوميا في عتمات القبور والصمت من دون أن تهز صرخاتهن ضمائر نواب الأمة لإقرار حماية قانونية لهن. من الأخبار إلى السفير ومقال آخر أيضا متعلق بامرأة صيادة في داليا في الروشة. صيادات على باب البحر، ماذا يمكن أن يكون مستقبل فتاة تقفز عن علو 46 مترا عن صخرة الروشة في بحر بيروت وهي بالكاد أكملت 13 من عمرها؟ تضحك عينا صبيرة العتاني كأنها تستعيد تلك اللحظات التي عبرت قبل 37 عاما من اليوم لتقول: مثل ما أنت شايفة صيادة سمك. لم تكن صبيرة قد تجاوزت 14 عاما من العمر عندما تزوجت صيادا من الدالية نفسها. بداعي التسلية ومرافقة زوجها خرجت صبيرة في رحلات الصيد. زوجها علمها المهنة وقال لها: ما حدا بيعرف شو بصير معه، خليك تعرفي كل شيء. وفعلا لم يكن يعرف والد أبنائها أن الموت سيكون في انتظاره في العام 95، يومها صدمه يخت اقترب من الشاطئ وقتله بينما كان ينصب شباكه تحت الماء. وجدت صبيرة نفسها مع 3 أولاد كبيرتهم في 13 من العمر، ما إن انتهت فترة العزاء حتى أبلغت الجميع قرارها: سأشتري مركبا وأخرج إلى الصيد. وننتقل إلى صحيفة النهار، الكاريكاتير بريشة أرمان حمصي. طبعا ميشيل عاد سالما فجر اليوم إلى ذويه ميشيل صقر، ولكن هذه الكاريكاتير تتعلق بخطف الطفل وهو في طريقه إلى المدرسة. كتب على اللوح درس اليوم: بهالبلد الفلتين وحدة الجريمة منظمة. وعودة إلى صحيفة السفير ولكن بخبر سياسي بقلم دنيز عطلة: الحريري يقارب جديا تبني ترشيح عون. لا مشكلة لدى الرئيس الحريري في انتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية. يسري هذا الكلام في أوساط المستقبل، فيعتبره البعض إذانا لمرحلة جديدة، فيما تعتبره أوساط أخرى في التيار نفسه حرق أوراق قبل موسم الكلام الجدي. وإذا كان الفريق الثاني يستند إلى تاريخ العلاقة المتوترة بين التيارين والرجلين، فإن الفريق الأول وهو الأكثر اطلاعا يشرح بالتفصيل أسباب فتح النقاش الجدي لدى الحريري لقبول عون رئيسا للجمهورية والتصويت له. يقول أصحاب هذا الرأي والمسوقين له في تيار المستقبل إن انتخاب ميشيل عون رئيسا يحقق عدة مكاسب سياسية، ويشرحون بالتفصيل: في الشكل لا يمكن لأي مسيحي أن يقول أن المسلمين فرضوا رئيسا على المسيحيين، أما في المضمون فما يمكن لعون أن يحققه مع حزب الله قد يصعب على أي رئيس آخر أن يفعله. وتضيف المصادر إلى أن الحريري لا يرى مانعا من أن يكون عون رئيسا لامتصاص الصدمات، فحزب الله يثق بالجنرال وهو على تنسيق متواصل معه.
وننتقل إلى صحيفة الحياة التي ستنشر في الأيام المقبلة سلسلة مقابلات مع شخص قرر أن يتحول من العمل مع القاعدة إلى التجسس عليها. انتقل رمزي من عالم الجهاد إلى عالم الجاسوسية، من الجهاد مع أسامة بن لادن إلى التجسس عليه لمصلحة استخبارات غربية. رمزي جاهد مع بن لادن عاما ونصف العام وتجسس عليه 9 أعوام، وبعد صراع فكري وعقائدي داخلي نقض رمزي بيعته لزعيمه السابق وألقى عباءة القاعدة وانتقل إلى المعسكر المقابل، اختار أن يكون جزءا من الحل كما كان جزءا من المشكلة بحسب قوله. وبعد تدريبه على العمل الاستخباراتي عاد إلى القاعدة وساهم في إفشال العشرات من عملياتها حول العالم، تجسس على كبار قادتها والمقربين منها ويقول: لو كنت جبانا لما عدت إلى معسكرات القاعدة لأتجسس عليها، وأنا أعلم أن انكشاف أمري يعني إقامة حفلة إعدام لي. وبالفعل فقد صدر من القاعدة قرارا بإعدامه. الخبر الأخير اليوم من صحيفة اللواء، وهذه الصورة التي انتشرت بشكل كبير، صورة التي التقطت في الأوسكار. واتضح أن الصورة التي تضم مقدمة سهرة الأوسكار إلين دي جينيريس محاطة بكوكبة من النجوم لم تكن مرتجلة كليا، بل هي جزء من اتفاق بين محطة ABC التي تنقل السهرة وسامسونج في إطار عقد إعلانات بقيمة 20 مليون دولار. مقدمة البرامج إلين أبلغت منظمي الأوسكار رغبتها بالتقاط صور سيلفي خلال السهرة، فطلبت منها ABC أن تستخدم جهازا من سامسونج بموجب اتفاقية إعلانات وشراكة. وقد تدربت المقدمة على كيفية استخدام الهاتف على يد مسؤولين من سامسونج خلال التمارين قبل الحفلة، مع أن الممثل برادلي كوبر هو الذي التقط الصورة في نهاية المطاف. لهون بنوصل لختام فقرة الصحف لليوم، فاصل قصير وبنرجع لمتابعة برنامج الحدث. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، واجدد ترحيب بضيفي مع الوزير السابق يوسف سعاده. قبل ما استكمل الحوار مع معالي، معي مباشره عبر الهاتف امين الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار الاستاذ امين العلي. صباح الخير استاذ امين. يبدو انه انقطع الخط مع استاذ امين، رح نعاود الاتصال معه مجددا. برجع لعندك معاليك. طيب خلصنا، وفي امل انه يكون عندنا بيان وزاري الأسبوع الجاي، لأنه هو في مصلحة للجميع. لأنه لا رح ينقبل يروح فيه على التصويت لمجلس الوزراء، ولا من مصلحة حدا أنه تروح الحكومة وأن تسقط هذه الحكومة، بنرجع نفوت عشية استحقاق رئاسة الجمهورية بديباجة جديدة من هالنوع. استحقاق الرئاسة، استحقاق رئاسة الجمهورية اليوم فريق 8 أدار عم يعتبر أنه كل الخطوات التي قام بها فخامة الرئيس ميشيل سليمان والكلام اللي قاله والشيء اللي يعتبر تهجم على المقاومة، ورجع على ما يبدو بعدين صار في توضيح لهذا الأمر وما إلى ذلك، كله معتبر أنه كل ما يهم فخامة الرئيس ميشيل سليمان هو التمديد، وكل ما يقال في الخفاء عن أنه لا عمين كتب بيان المغادرة وأنه بده يصير الاستحقاق الرئاسي، كل هذا تغطية على إرادته الحقيقية بأنه يريد أن يمدد لنفسه ويرى في ذلك مصلحة البلد. أنتوا شايفين هيك؟ اليوم نقطع الأمل من التمديد، وبتصور أنه حتى رئيس الجمهورية قطع الأمل من التمديد، ويمكن هيدي واحدة من الأسباب اللي خلتنا نسمع الخطاب اللي سمعناه بالكاستيك. قبل هل كانت إذا عم تسأليني كانت نية الرئيس التمديد؟ طبعا كانت التمديد، بالرغم من كل الكلام اللي كنا عم نسمعه أنه أنا عم بكتب خطاب المغادرة وأنا بدي أترك ب25، طبعا كان عم بيسعى للتمديد، شأنه شأن كل الرؤساء اللي كانوا قبل يعني. وكان عم بيسعى مسعى جدي، والكلام اللي كنا عم نسمعه إذا بدك بشكل واضح بأنه ممنوع الفراغ أكثر من أنه يجب انتخاب رئيس. نعم. كلمة ممنوع الفراغ هذا كلام أقليمي ودولي طبعاً يعني. طبعاً بالتأكيد، بالتأكيد أقليم داخل بعض الداخل وأقليمي ودولي، هذا الكلام بيتضمن أنه التمديد حل مطروح. وكان الرئيس طبعاً يعني متأمل بهذه الفكرة. هلا اليوم فينا نقول أنه خلاص التمديد راح، يعني حتى أولاند سمعنا أنه المطلوب الآن بالمؤتمر حول لدعم لبنان أنه المطلوب يعني انتخاب رئيس جمهورية. هلا صرنا عم نسمع هذا الكلام، من هيك عم بقول لك اليوم يعني التمديد الحكي عنه صار حرام، ما بيجوز يعني، خلص ما عاد مطروح يعني، امر لم يعد مطروح يعني. ضرب بالميت حرام يعني، هيك يعني خلص على هالقاعده خلص يعني. خليني استكمل الحديث بهذا الموضوع بالتفصيل، لكن رجع اسمح لي لانه قعدنا الاتصال بامين الاعلام في حزب الوطني الاحرار استاذ امين العلي. صباح الخير استاذ امين. صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك. إليك ولضيفك، أنا لأنه إطلالتنا الإعلامية نوعا ما قليلة بحب حييكي، وبحب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه أتوجه بمعايدة لإلك ومن خلالك لكل نساء العالم ولكل رجال العالم أيضا، لأنه في قلب كل رجل عظيم امرأة. إذا بقلب كل رجل عظيم امرأة وهيك عم يعمل، فكيف لو ما كان فيه؟ أنا قلت في قلب كل رجل عظيم والعظام قلائل. صحيح. على أي حال أهلا وسهلا فيك أستاذ إمير. طبعا يوم يعني السؤال الأبرز هو الإعلان يلي أعلنه رئيس حزب الوطني الأحرار الأستاذ دوري شمعون عن تعليق مشاركة حزب الوطني الأحرار في اجتماع أمانة في اجتماعات أمانة 14 أدار، وذلك يعني لأنه عم يأخذوا قرارات دون الأخذ برأينا. شو هي هذه الشعرة التي قسمت ظهر البعير بالتحديد، علما أنه في كثير من يعني المنتمين إلى 14 أدار، الأحزاب الموجودة داخل 14 أدار، في كثير ناس بتقول أنه في معاناة بهذا الموضوع، بس شو هي يلي هلأ يعني خلت الأستاذ دوري شمعون وحزب الوطني الأحرار ياخذ هذا القرار؟ أولا بدي شغلة من حيث الشكل، رئيس الحزب دوري شمعون لم يتعمد الإعلان عن هالموضوع، إنما كان يجيب على استفسار من إحدى وسائل الإعلام عن هالموضوع، فأكد الخبر لأنه هيدا القرار اتخذ بالحزب على خلفية مجموعة من النقاط اللي يمكن حكينا عنها بأوقات كثيرة، إنما حزب الوطنيين الأحرار كما عرف عنه ليس مع سياسة نشر الغسيل. هناك نوع من الحركة التنظيمية العرجاء للأمانة العامة لقوى 14 أدار، ومثل ما نحن بنعرف هذا الأداء الأعرج للأمانة العامة ينعكس على الثوابت التي تؤمن بها قوى 14 أدار. هون للتذكير فقط، حزب الوطنيين الأحرار هو في قلب وأساس ونبض وروح هذه الثوابت، وليس من الوارد أبدا أنه يتهيأ لأي كان أنه حزب الوطنيين الأحرار وفي هذه الظروف بالذات هو بوارد التخلي عن ثوابت 14 أدار. نعم. تلك الثوابت اللي نحن كنا بأساسها وبروحيتها حتى في عز أيام الاحتلال. طيب أستاذ أميل، أستاذ أميل عم بتميز بين 14 أدار والأمانة العامة، هل الأمانة العامة هي مفكوكة عن 14 أدار؟ ما هن كل أحزاب 14 أدار ممثلة بالأمانة العامة. أنا عم ميز بين 14 أدار كثوابت و14 أدار كأداء تنظيمي. نعم. هناك وبشهادة كل مكونات 14 أدار خلل بالأداء التنظيمي لقوى 14 أدار، وهذا الأداء هو مسار نقمي من جمهور 14 أدار وليس فقط من حزب الوطنيين الأحرار. طب هيدي الخطوة كان قد سبقهم عليها حزب الكتائب ورجع بعدين رجع عن تعليق مشاركته في أمانة 14. يعني أنا ما بعرف شو كانت خلفيات حزب الكتائب بهذا الموضوع، أنا عم بحكي عن خلفيات حزبنا، مع أنه قرأت اليوم في بعض الصحف تحليلات أنه المشاركة في الحكومة وتقاسم المغانم وإلى ما هنالك من اجتهادات. بدي هون استغل المناسبة لحتى أذكر ناس كتار بمواقف الحزب اللي أطلقها رئيس الحزب وأمينه العام، وتصدر دوريا في البيانات اللي بيصدرها حزب الوطنيين الأحرار قبل تشكيل الحكومة. حزب الوطنيين الأحرار أعلن أنه لا يشارك في حكومة بلبنان لا تتبنى صراحة مجموعة من المبادئ سلفا، ومن أبرز هالمبادئ المبادئ المعلن عنها بإعلان بعبده. يعني حزب الوطنيين الأحرار كان يرفض مسبقا المشاركة بهكذا حكومة، فليس من الوارد أبدا أن نحرض نحن كرمال عدم المشاركة في الحكومة. أنا قلت الأداء التنظيمي الأعرج اللي عم ينعكس على هالمبادئ اللي طالما آمنا بها ودفعنا في سبيلها الغالي والرخيص، هذا الأداء التنظيمي حدا بحزب الوطنيين الأحرار إلى أنه يعلن انسحابه أو تعليق
مشاركته بالامانه العامه. استاذ امين، استاذ امين بتحمل مني سؤال شوي هيك اقسى؟ اكيد تفضلي. لانه انا بالنهايه عم بنقول كلام سمعته لما سالنا يعني، وحدا هو هن من حلفائكم ب 14 اذار لما سئل عن، بدك تسمح لي ما اذكر الاسم يعني، هو احد الاقطاب، لما سئل عن موضوع التعليق قال مين حزب الوطنيين الاحرار؟ مين هن؟ شو بيعدوا على الارض؟ يعني هودي شو بيقدموا شو باخره؟ هو اللي طلعوا بالاخر تقالات علينا. طيب هيدا الجواب، جاوبني عليه. هذا الذي اسميته قطبا، يعني انا صقر، خلينا نسميه صقر من صقور اربعه. انا اتحفظ على التسميه ان كانت قطبا او ان كانت صقرا. 14 اذار لا يحددها هذا الشخص او ذاك، مع احترامي الشخصي لكل مكونات. 14 اذار هي مجموعه من المبادئ، هي مجموعه من الثوابت، وهي حاله شعبيه تمتد على امتداد هذا الوطن. واذا اتت مذمتنا من شخص ما بعرف انا منو يعني، وقال انه مين حزب الوطنيين الاحرار، فهذا لا ينم الا عن جهل لهذا القطب، قطب بين مزدوجين، بالتاريخ النضالي اللبناني، وانا ما بدي اقول بتاريخ حزب الوطنيين الاحرار. ونحن اليوم وقت اللي بنعلن انسحابنا من او تعليق مشاركتنا، نعم، في الامانه العامه، نمثل نبض الشارع السيادي بلبنان الذي يطالب برفع هذه المبادئ عاليا والترفع، نعم، عن المصالح الشخصيه، ان كان هذا القطب او الصقر عجبه الموضوع او مش عجبه. شو هي الشروط يلي بده اياها او الخطوات اللي بده اياها حزب الوطني الاحرار لا يعود عن تعليق مشاركته في الامانه العامه؟ اولا وثانيا وثالثا ورابعا واخيرا، ان تكون قوى 14 اذار بامانتها العامه وبمكوناتها تعمل على تطبيق المبادئ التي قلنا للجمهور العريض اننا نؤمن بها. ونحن وقت اللي بنقول اننا نؤمن بمجموعه من المبادئ، يعني نحن نسعى الى تطبيق هذه المبادئ ونعيش هذه المبادئ، مش عم نتاجر بالناس. نعم. وقت اللي بنسعى الى هذا الموضوع سعي دؤوب وجدي وملموس وعملي ومنتج، نحن بتنحل مسألتنا. عمره حزب الوطنيين الأحرار لن يسأل عن منصب في حكومة أو عن مقعد نيابي، والتاريخ يشهد على هذا الموضوع، وعادة التاريخ يصدق ولا يكذب. أنا بشكرك كثير على هذه المداخلة أستاذ أمين العلية، مسؤول إعلام في حزب الوطني الأحرار، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. عندك تعليق على كلام؟ نعم، شأن داخلي هذا، ما عندي أي تعليق. شأن 14 أذار داخلي، 14 أذار وأمانة عامة. على أي حال، خلينا نستكمل الكلام بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، وهو موضوع رئاسة الجمهورية. كنت عم تقول إنه موضوع التمديد انتهى إلى غير رجعة، ما في كلام. سلمابك فرنجية قال بين الفراغ والتمديد هو يفضل الفراغ، لأنه وأيضا بين الفراغ ورئيس ضعيف هو يفضل الفراغ، وميشيل سليمان حفظ الألقاب، فخامة رئيس ميشيل سليمان هو رئيس ضعيف. صحيح، يعني عمل توصيف سليمان فرنجية، وهذا رأيه ورأي المرضى من زمان. نحن كنا عم نقول نحن مع استحقاق رئاسي يصير بوقته، مع استحقاق رئاسي يوصل رئيس جمهورية قادر وقوي وعنده تمثيل شعبي داخل طائفته، هيدا بيعيد التوازن وبيعيد الشراكة الفعلية للبلد وبيخلي البلد يرجع يقلع عن جديد. خارج هذه المواصفات إذا كنا بدنا نتخير بين التمديد والفراغ، أو الفراغ رئيس ضعيف أو الفراغ، لا، الفراغ قد يكون أقل ضررا بعكس ما بعض الناس بيتصوروا من التمديد أو من المجيء برئيس ضعيف، لأنه بالنهاية يعني بالنهاية في 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 صورة لازم تكتمل. يعني البلد مش ممكن نبقى في نجيب رئيس مجلس نواب قوي ويمثل الشارع الشيعي، وعطول نسعى أن نجيب الرئيس الحكومي القوي اللي يمثل جزء كبير من الشارع السني، وقت اللي بيوصل دور للرئيس الرئيس الجمهورية المسيحي نصير نفتش عن شخصية ما بتزعل حدا، ونصير نستبعد ونصير حكما توافقية، ونصير حكما بدنا نبعد كل زعماء الطائفة انه هول ما بيعملوا رئيس. وهيدي الفكرة ست سمر،
اذا بدك اساسا يعني المشكله الاساسيه عند المسيحيين. لازم المسيحي يقتنع انه هو لازم يوصل رئيس قوي الى رئاسه الجمهوريه، انه لازم زعيم مسيحي يوصل الى موقع الرئاسي. نحن بلشوا يقنعونا بفكره بانه رئيس قوي بس نحكي عن الاقوياء، لا هون ما بيوصلوا لرئاسه الجمهوريه. ليش ما بيوصلوا لرئاسه الجمهوريه؟ ليش هذا ما بيطبق على الكل؟ اذا كان ما لازم يكون رئيس قوي، اذا ما كان لازم يكون عنده قاعده شعبيه. نحن كمسيحيين لازم نكسر هيدي الفكره اللي بلشت تنوضع برؤوسنا. يعني نحن حتى بصالوناتنا السياسيه لما بنحكي، لما بنذكر الاقوياء عند الطائفه الماروميه بنقول مستحيل يوصلوا. هيدي الفكره بحد ذاتها، هي الفكره بحد ذاتها هي نوع من الزوميه بحد ذاتها. الفكره لازم نحن نطلع منها ونقول لا، رئيس قوي بحق له يوصل. رح نحكي عن من هو الرئيس القوي هلا بلبنان، ولكن هل صحيح انه فخامه الرئيس ميشيل سليمان ارسل رسول لسليمان بيك فرنجي عم يقنعوا فيها بجدوى التمديد؟ لا، قبل حلقته على الميادين. لا، يعني رسول بمعنى جدي بموضوع التمديد لا، حمل فكرة. لا، يعني إذا بدك رئيس الجمهورية ما بعت لحدا بشكل رسمي، تنكون يعني عم بحكي حسب معطياتي على الأقل. ولكن كان في ناس محيطين برئيس الجمهورية كانوا عم هيك بالتداول وبالنقاشات، يعني عم بيبرروا التمديد وضرورة التمديد وشو هي هلا ليش لازم نمدد بهيدي المرحلة لسنتين، يعني فوائدها ضروراتها. كان في كلام من هيدا النوع، ولكن ما فينا نحطه بإطار الرسمي أبدا مشان ما نحمل الأمور أكثر ما بتحمل. كانت مجرد نقاشات وتداول بشأن، يعني هني كان برأيهم أنه التمديد مفيد للبلد وصحي بهيدي الفترة، ونحن عاجزين عن انتخاب رئيس بهولس بهلا أفضل من الفراغ. نحن كان رأينا واضح، قلناه من زمان أساسا رأينا، مش اليوم عم نقوله بعد يعني المستجدات الأخيرة. نحن من سنة عم نقول مع الاستحقاق الرئاسي بوقته ضد التمديد، إذا خيرنا بين التمديد والفراغ، إذا وصلنا لهيدا الخيار نختار الفراغ. طيب، هيدا موقفنا معروف أساسا. رئيس جمهورية قوي يمثل المسيحيين، المسيحي الأقوى على الأرض اليوم، مين هو؟ أنتوا بتقولوا أنه اليوم وتدعمون ترشح لعماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. طب هيدي شو بنسميها؟ يعني لحتى هيك نكون شوي، يعني مين حكى فيه كتير هذا الموضوع، بس انه يعني اكيد لا سليمان بيك فرنجية زاهد برئاسة الجمهورية. طبعاً. شو نسميها هيدي؟ نسميها مرحلة شو؟ مرحلة إعادة نهوض، مرحلة صغيرة انتقالية، مشان هيك يلا مندعم ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. بنسميها مثل ما سمعنا بالصحف مقال للزميلة دونيز عطلة لما عم تحكي انه الرئيس الحريري يقبل بميشيل عون رئيس الجمهورية لانه بده اياه رئيس يمتص الصدمات بهي المرحلة الانتقالية وبعدين لكل حادث حديث. من هالمبدأ انتم بتدعمون ميشيل عون لرئاسة الجمهورية؟ يعني انا ما بعرف اذا الرئيس سعد الحريري بيدعم الجنرال عون. لا، نحن عم نحكي عن مقالي. يعني المقالي سمعتها هلا، وانا بشك انه يدعم، بحكي رأيي بشك انه يدعم وصوله. نحن الفكرة اللي عنا إياها بأنه يجب أن يصل إلى سدة الرئاسة رئيس قوي. وبيسألوا شو يعني الرئيس القوي والقادر؟ هل عنده كتلة نيابية؟ امبارح فخامة الرئيس عم بيقول نعم، اللي عنده كتلة نيابية، نعم اللي بينتخبوه المسيحيين، نعم اللي بيحرك الوجدان المسيحي، نعم اللي بيقدر من بياخذ قرار ولما بياخذ موقف يجيب معه شرع مسيحي. الرئيس عم يحكي من مبدا انه رئيس الجمهوريه بيصير رئيس بيصير كل اللبنانيين. لحميز بهيدي النقطه، شو يعني رئيس توافقي؟ يعني رئيس ما بيزعل حدا، رئيس ما عنده موقف؟ بالعكس تماما، انا مع رئيس عنده موقف سياسي واضح، وقت اللي بيوصل الى الحكم عليه ان ينفتح على الجميع، عليه انه يكون قادر على بناء شراكه حقيقيه مع الجميع. وقت اللي بيوصل، مش ببلش بدنا نتزلف من هلا تنعمل رؤساء جمهوريه. وقت اللي بيوصل الرئيس الى موقع الرئاسي عليه انه يفتح على كل الناس، وانه ينفتح على كل الناس، وانه يعني يحمل هواجس كل اللبنانيين. ساعتها بس ساعتها بيكون من موقع القوي والقادر، من موقع اللي عنده تمثيل، يعني بيحرك نبض الشارع المسيحي تماما، مثل ما الرئيس نبيه بري موجود، وتماما مثل ما الرئيس سعد الحريري كان ويمكن يرجع. يعني ليش نحن الفكره وقت من موقع الخصومي، نحن مع تيار المستقبل في خصومه سياسيه. طيب نحن اذا بتساليني ممكن الرئيس سعد الحريري يرجع يجي رئيس حكومي؟ بقول لك ممكن طبعا، لانه الاقوى على الساحه السنيه. طيب ليش هذا مش بالعكس مش مقبول؟ ليش مش مقبول بالعكس؟ ليش اذا كان هذا بالعكس مش مقبول صار في خلل؟ بس هذا ضعف من المسيحيين بحد ذاته. يعني في حق على المسيحيين، ولكن مش كل الحق على المسيحيين. نحن مع انه نوضع مواصفات معينه لازم يتمتع فيها رئيس الجمهوريه. هيدي المواصفات بتبدا من قوته بالتمثيليه، من حضوره بالشارع المسيحي، وصولا لقدرته على بناء تفاهمات على مستوى الوطن ككل. ضمن هذه المواصفات
يجب نحن منصوت لرئيس ضمن هذه المواصفات. طبعا نحن منشوف الجنرال عون بالتأكيد يمتلك هذه المواصفات وهو الأقوى على الساحة المسيحية. من هيك نحن عم نقول أنه نحن مع الجنرال عون لرئاسة الجمهورية. هذا ما بيعني أبدا أنه نحن زاهدين بالدنيا. في ظروف في اوقات طبعا نحن ولكن في اعتراف بالقوة التمثيليه وما فينا نسلخ نحن الاستحقاق الرئاسي هيك نقول بدنا نلبنه 100% لانه بيكون شعره انشا في ظروف اقليميه ودوليه وهي بتساهم بشخصيه الرئيس بوقتها تنظر يعني بتنشاف الامور بوقتها بتتحدد كيف بتكون الخيارات. ولكن نحن والجنرال عون خيارنا الجنرال عون لرئاسه الجمهوريه. اي موقف بدنا ناخده فيما يتعلق برئاسه الجمهوريه رح يكون بالتنسيق مع الجنرال عون ولح يكون عندنا موقف واحد نحن وياه. طيب تحدثت معاليك انه لازم رئيس الجمهوريه ما يتزلف ليوصل، لازم بس يوصل يفتح مع العالم كله. هل العماد ميشيل عون اليوم يتزلف بمد اليد لرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل؟ هل هو يتزلف للمملكة العربية السعودية؟ هل هو يتزلف لأفريقاء كان على خصومة معهم بس بهدف الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية؟ بالعكس، يعني أنا أبدا بكلامي ما كنت عم بقصد أبدا الجنرال عون. أنت عم تقصد أنا عم بسأل. لا، الجنرال عون بخلوة عملوها بأيلول تكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر تحديدا قرروا أنه ينفتحوا على كل الناس. وتشوف الجنرال عون يعني خلينا نقول يمكن في بعض المآخذ عليه، ولكن في أمور بدك تعطيه حقه فيها بعض المآخذ من الآخرين، أنه ما بيعمل علاقة إلا بيعملها ندية، وبيعمل علاقة من الند للند مع أي شخص كان، سواء كان شخص أو كان دولة. وبالتالي الجنرال عون لا يتزلف. هلأ الجنرال عون عم بيفتح بالسياسة تيأمن أو يسهل وصوله للاستحقاق الرئاسي، هذا حقه الطبيعي بالسياسة، حقه. ولكن إذا ما بينفتح على سعد الحريري وعلى الرئيس الحريري وبيمشي بسياسته، ما بينفتح على المملكة العربية السعودية وبيعطيها بالسياسة من موقعه هو، بينفتح على الجميع، ممكن هيدي تساهم بإيصاله لرئاسة الجمهورية، هيدا حقه. ما يعني اما في اخرين بيتزلفوا. هل عم يتم التنسيق معكم كحلفاء بهذا الاطار؟ يعني اليوم باللقاءات اللي عم تصير مع السفير العسيري، مع المملكه العربيه السعوديه، مع تيار المستقبل، عم تكونوا انتم كتيار مردة، عم بحكي بالتحديد لانك تمثل تيار المردة وحليف اساسي للعماد ميشيل عون، عم تكونوا باجواء هذه اللقاءات يلي عم تصير؟ يعني نحن بنعرف بالعام انه في اتصالات وانه في علاقات. لا، بالتفاصيل لا، حق تيار. شو بتسميها ابدا؟ هذا حق سياسي للتيار، ونحن عندنا علاقات. ليش عم تعتبروا حق سياسي مع انتم كمان في عتب بهذا الموضوع؟ عتب. في عتب يعني اليوم بصحيفة الاخبار حدا من تيار المردة قايل انه خليني اعطيك اياها حرفيا، انه في انه الافضل انه مردة غير منزعجة من التقارب، ولكن الافضل لو يقوم عون بهذه الجولات كفريق وليس كفرد. لا، يعني هذا بدل على انه ما في تنسيق معكم. يعني بيجاوبكم كمان مصدر لصحيفة الأخبار يلي عامل الحديث مع الطرفين، بيقول أما بالنسبة إلى المردة فليراجعوا من انتدبوهم للتنسيق معنا، ربما هم لا يخبرون قيادتهم بما يحصل. لا طبعا، هذا يعني المقال كله ما للزوم. نحن والتيار الوطني الحر متحالفين، نحن ما بيزعجنا التمايز بيننا وبينهم. انفتاحهم هني على تيار المستقبل، هني بيقرروه، هني بيشوفوا شو المناسب فيه. نحن مش بالأجواء التفصيلية، بالأجواء بشكل عام. بالوقت نفسه نحن عنا حرية الاجتماع والالتقاء مع أي فريق. انتوا بتردوا عليهم تلتقوا مع القوات؟ لا، من زمان نحن بنلتقي مع القوات، وهذا حقنا. يعني كل نحن مش تيار واحد، نحن تيارين. لو كنا 100% متفقين مع بعضنا كنا عملنا حزب واحد. وبالتالي كل واحد منا عنده خصوصيته. ما بيزعجنا ابدا انه يلتقي الجنرال عون مع اي فريق لبناني. بالوقت اللي نحن كمان ممكن نلتقي مع اي طرف ومع اي فريق، هيدا امر ما بيأثر ابدا على العلاقه بين بعضنا. حقه الجنرال عون كفريق سياسي نروح نحن كلنا نفوض تيار المستقبل. يعني اذا كان مصدر بالمردة بشك انه يكون مسؤول بالمردة عم بيحكي هذا الكلام. لا، مش مطروحة، لانه نحن موجودين، نحن والتيار المستقبل داخل الحكومه، وعم نتناقش مع تيار المستقبل داخل الحكومه. وبالتالي ما شايفين كفريق سياسي لازم نكون عم نفوض تيار المستقبل. برجع بكرر، الجنرال عنده اسلوبه وعنده طريقته، ونحن عنا اسلوبنا وعنا طريقتنا. اسلوب الجنرال مش زعجنا،
يعني ما نزعجنا وللتأكيد مش بس في النهاية أنتم بتكتل واحد يعني صحيح. تكتل التغيير صحيح. والإصلاح يضم صحيح. كل الحلفاء يعني إنه يعني في قصص بتكونوا منخرطين فيها مع بعضكم وفي قصص بتميزوا طبعاً في بتميزوا بين بعضكم في أمور فيها حتى في أمور بنكون متفقين حول منه وفي أمور بيكون عندنا مقاربات مختلفة وشاهدناها بهذه السنة كثير من النقاط صحيح. كان في وجهات نظر مختلفة حول منه وهذا أمر طبيعي يعني مش أمر مش طبيعي بموضوع التمديد لمجلس النواب بمواضيع مهمة كان كل واحد عندنا مقاربة ببداية مختلفة الحكي ببداية الحكي عن هذا الموضوع قلت بتشك أنت أنه الرئيس سعد الحريري يدعم العماد بشار عون للوصول إلى رئاسة الجمهورية إيه رأيي عم بعدي رأيك طبعا رأيي إيه أنا إذا الرئيس الحريري بيدعم الجنرال عون لرئاسة الجمهورية صار الجنرال عون بهذه الحالة بيوصل رئيس قوي توافقي يعني الفكرة اللي كنت عم بطرحها أنا عفوا اللي كنت عم بطرحها بالسابق وهذا أمر يا ريت بيصير بس رأيي الشخصي أنا بشك أنه على الحالة ويبدو بحسب المقالة كمان لزميلتنا دوني زعطانة أنه في انقسام بالرأي المستقبلي بالتحديد يعني في رأي بيقول أنه ربما البعض بيعتبروا هيدا تحضير وتغيير لمرحلة جديدة وبعض آخر بيعتبروا أنه هيدا حرق أوراق قبل البدء ووصول إلى مرحلة الكلام الجدي يعني أنا ما عندي معلومات أقدر أحكي بلغة هيك الواسق بتحليلي أنا أنه هيدي العلاقة يمكن اثنين عندهم مصلحة فيها واثنين تيارين كبار وعندهم كتلة نيابية كبيرة في ضرورة أن يلتقيوا ويحكوا مع بعضهم ولكن ولا واحد منهم وصل لمحل تغيير قناعاته السياسية أو تغيير مواقفه السياسية وبالتالي بستبعد أنه يصير في يعني دعم للجنرال عون من قبل الرئيس الحريري إذا بيدعمه بيكون كتير منيح بستبعد هلأ هيدا بيفتح المجال للبحث مستقبلا وللحوار ممكن هلا دعم لرئاسة الجمهورية بشكل هلا حسب ما سمعت من بعض الناس ب 14 أدار بيأكدوا انه ما في دعم بيأكدوا هلا هل هن كمان واهمين كمان ممكن يعني ما عندي انا المعلومات انا بلبنان عودتونا على قصص كنا نشوفها مستحيلة بتقالها فتوى وبتصير من هالقصص المستحيلة إذا بدنا نفترض علما أنه أنت جزمت بموضوع التمديد هل ممكن مثلا نشوف ضغط دولي إقليمي مع ما يحكى عن أنه قناة التواصل مفتوحة هلأ بين فخامة الرئيس ميشيل سليمان وحزب الله بتبرير الكلام يلي قاله ومحاولة التراجع عنه والتملص منه بأنه مش أنعه في كلام ما كنت موافق عليه أو ما شفته قبل أو ما أكبر. هذا الأمر أكبر أوكي أنه بس ممكن يصير في جو معين يرجع يوصلنا إلى تمديد بتسوية ما في مكان يعني خلني ما خليني أقول أنه برأينا كمرده بانه التمديد خلص يعني خلص مر عليه الزمن ما بقى عم بينحكى فيه وبتصور انه فخامه الرئيس هو صار متيقن ومتاكد من هيدا الامر كان في مسعى دولي واقليمي للتمديد طبعا كان في بعض السفراء اللي عم بيجولوا وعم بيحكوا بمنطق انه بمنطق التمديد افضل من الفراغ نحن عم نقول لا الانتخاب هو افضل من كل شيء واذا عجزنا عن قدره على الانتخاب رئيس فالفراغ هو افضل من التمديد أنا بستبعد كلياً التمديد وإذا بدك أنا رأيي ورأينا وقراءتنا نحن بنشوف أنه جلسة انتخاب الرئيس رح تصير ورح يصير في نصاب قانوني بالجلسة خصوصاً بعد يعني الجو الوطني والتصريحات اللي قاموا فيها كل السياسيين بلبنان ومعظم رؤساء الكتل بالإضافة إلى الجو المسيحي كونه استحقاق بيعني المسيحيين بيعني الوطن طبعا ولكن بيعني المسيحيين الجو المسيحي الضاغط بأنه لازم تصير في جلسة انتخاب المسعى يعني والمسعى غبطة البطريرك كل هذه الأجواء رح تؤدي إلى جلسة انتخاب رئيس أنها تصير بالوقت اللي بيحدده الرئيس بري هلأ هيدي الجلسة بتنتج رئيس بهذه الجلسة ننتخب رئيس أو ما ننتخب رئيس هيدا السؤال اللي بعد موضوع تاني ولكن الجلسة رح تصير بقراءتنا نحن حلو خلينا نتوقف مع بريك إعلاني أخير نعود بعده وندخل إلى المحور الأخير وندخله من باب بكركي بالتحديد ووين موقف بكركي من أمور عديدة بهذا بالموضوع المسيحي بالتحديد وموضوع ملف رئاسة الجمهورية ووين صار اجتماع الأقطاب المسيحيين يلي كان المفروض أنه يظهر يمكن باسم مرشح أو مرشحين لرئاسة الجمهورية بريك ونتابع رح فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع الحوار مع ضيفي معالي الوزير يوسف سعادة أهلا وسهلا فيك من جديد كركي أول ما حكي فخامة الرئيس وصارت هيدا القيامة إنه وين بكركي وين موقف بكركي إلى أن طلع بيان المطار الموانا يعني ما كان فيه بالتدقيق يعني
رد بهيدا السياق، ولكن لنا فترة موعودين باجتماع للأقطاب المسيحية، صعب ضلك العمر موعودين باجتماع للأقطاب المسيحيين، اجتماع يعني منتج وناجح مش بس للصورة وللتاريخ، ساعة ضرورات أمنية، ساعة مش ضرورات أمنية، ولكن واضح يعني ما بقى تمرق على حدا قصة الضرورات الأمنية، يعني واضح أنه لحد هلأ بعد ما في خلينا نقول اتفاق ما او يعني توجه واحد او رؤيه واحده لي، وعم نحكي بالتحديد هون بملف رئاسه الجمهوريه، بما انه كل شيء مروني على وجه الارض هو مرشح لرئاسه الجمهوريه فمشكله يعني اللي هو حق ولكن حق ولكن ولكن فيروس بتضرب الموارنه للاسف يعني بدنا نفصل الامرين، موضوع موقف بكركي من السجال اللي حصل بين الرئيس وحزب الله، لانه هيدا عندنا موقف نحن منه منفصل يعني. لا خلينا نبدا فيه. اي طبعا يعني نحن بنعتبر انه رئيس الجمهوريه من سنتين من بعد فتره من الازمه السوريه غير موقفه وانتقل من ضفه الوسطيه الى ضفه 14 اذار، ونحن انتقدنا وغيرنا بفريقنا السياسي انتقدوا على سياسته، الوحيد اللي ما انتقدوا وما هاجموا هو حزب الله، كان يتفادى الصدام مع رئيس الجمهوريه لانه احتراما منه حرصا على هذا لهذا الموقع وعبر كل الرؤساء اللي مروا. هلا لما وصلت انه قبل بشهرين ما يترك ولايته وقطع الامل من التمديد يوصف المقاومه بالخشبيه، يعني هذا الكلام صار حزب الله حكما مضطر انه يرد، لانه بالنهايه في عنده جمهوره وفي عنده شهداء وفي عنده يعني هيدي المقاومه عندها ناس ما بيقدر ما يرد على رئيس الجمهوريه، وبالتالي كان من الطبيعي انه يرد. هلا الغيارة على موقع رئيس الجمهوريه وهو ما عم بقصد بكركي، يشوفوا هن شو عاملين برئاسه الجمهوريه وشو حكيوا وقت امين لحود واتهموه بانه مجرم، وقبلوا وارتضوا انه امين لحود الرئيس امين لحود يطلع على على جدول اعمال مجلس الوزراء بواسطه دراج. يعني هونيك ضربوا موقع الرئاسي، يعني هن ما بيحق لهم يستنسبوا وقت اللي بدهم هن بيهاجموا الرئيس، وهيدا حق سياسي لقالون، وقت اللي غيرهم بينتقد الرئيس بتقوم الدنيا وما بتقعد وبيصير في ضرب لموقع الرئاسي وللموارنه بالبلد ويا غيرة الدين. وبالتالي يعني هيدا الامر كان طبيعي، رد حزب الله طبيعي بعد اذا حدا وصف المقاومه بالخشبيه. هلا اذا الرئيس مش قاصد هو بيوضح موقفه، حاول الوزير حناوي يوضح الموقف ولكن الرئيس عليه انه يوضح موقفه. هيدا من جهه السجال. من جهه لقاء الاقطاب الموارنه واللي عم بيصير، ما في شك في مسعى عند بكركي جدي بانها تجمع الاقطاب، وفي محافظ في لجان عم تجتمع وعم تلتقي مش مع البطريرك مع نعم. مع المطار، وفي علمانيين بيناتهم عم نلتقي. مش صحيح انه نحن ما في ولا اي قاسم مشترك بين بعضنا ولا اي نقطه التقاء، لا في نقاط التقاء كثيره، في قواسم مشتركه كبيره، هيدي القواسم المشتركه منا رئيس قوي وقادر، منا انه يقدر يبني تفاهمات بالوطن، منا انه يقدر يمثل وجدان الشارع ونبض الشارع المسيحي، منا رفض اي تسويه تفرض علينا ان كان داخليا او اقليميا او دوليا، يعني هيدي امور عده اتفقنا عليها. نعم. ونحن في تحضير لمسودي اذا بدك، البطرك حريص والاقطاب الموارنه عندهم حرص نفسه بانه اذا بده يصير في لقاء يكون اللقاء ناجح، ما يكون لقاء يؤدي الى يفشل، لانه ساعتها بيكون أسوأ من انه ما يصير لقاء. يعني اذا بده يصير لقاء وما يكون ناجح لا افضل ما يصير لقاء. هلا طبعا نحن لما بنحكي عن لقاء او بكركي بتحكي عن اللقاء، نحن ما عم نقول هيدا اللقاء بده ينتج مرشح واحد يدعمه الاربعه، لانه هيدا احتمال شبه مستحيل. صحيح. ولا مطروح، لانه يعني كل واحد قاعد على هيدي الطاوله ومرشح طبعا مش مطروح يعني، ولا نحن بدنا ندعي انه المسيحيين بدهم يتفقوا اليوم، ولا مطلوب انهم يتفقوا، يعني هيدا التنوع عند المسيحيين هذا مصدر غنى. هل ممكن كركي ترجع تعيد كره تقديم اسماء؟ لا بتمنى، لا ما عندي يعني، انا بتمنى لا، بتمنى انه ما تدخل بكركي بالاسماء، تبقى بكركي بالمواصفات العامه، المواصفات اللي بتنطبق عليه المواصفات، يعني هو بيقدر يكون مرشح وبيقدر يكون رئيس، ولكن أن تدخل بكركي بلعبة الأسماء بتمنى لا، وبتصور أنه غبطة البطريرك ما لح يدخل كمان، يعني من بعض المعلومات والمعطيات البطرك حريص بأنه يقدر يوصل للقاء للأقطاب الأربعة. أول شيء بده أنه جلسة تصير بموعدها، وبتصور أنه هذا الأمر لح يحصل، وبيتمنى أنه يصير انتخاب رئيس. طبعا هو ما بيقدر حد ما بيقدر يقول مين، وما بيقدر يقول هيدا بيترشح ولا هيدا ما بيترشح، حق الناس كلها بالترشح، ولكن في اتفاق بين الاربعه اذا قدرنا توصلنا له وممكن نتوصل له برفض اي تسويه بموضوع رئاسه الجمهوريه، وفي اعتراف وهيدا خطوه متقدمه من الاربعه. شو يعني تسويه؟ يعني يجوا تصير في تسويه اقليميه ودوليه، يطرحوا علينا اسم طواف وكما بيزعل حدا مثل ما كان يصير قبل، لا مش قبلانين ورافضين. وفي اذا بدك يعني اتفاق متقدم، وهو انه الاربع عم بيقولوا من الموقع المختلف مع الاخر، يعني في اثنين نعم. بفريق واثنين بفريق نعم. عم بيقولوا انه كل واحد من الاربع يمتلك المواصفات
وبيحق له انه يكون مرشح وبيحق له انه يكون الرئيس اذا الظروف ساعدته، ونحن بس ينتخب رئيس بنعترف فيه كرئيس، وحتى اذا 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 كان ممكن ندعمه بندعمه. طبعا هذا ما بيعني انه نحن رح ننتخب رئيس من 14 اذار او رح نكون مبسوطين اذا وصل رئيس من 14 اذار، ولكن هل يعني رئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس حزب الكتائب تنطبق عليهم المواصفات؟ طبعا تنطبق عليهم المواصفات، بس يلي بالنهاية يلي بده يوصل رح يكونوا المسيحيين بيدعموا بالقدر اللي السياسات والمبادئ. صحيح صحيح، وفي يعني هيدا قبل كان ما كان موجود، يعني كان الخلاف السياسي منعكس حتى على الشخصي، وكنا عم نقيم بعضنا بطريقة خاطئة. اليوم عم نقول لا، بين رئيس وسطي ورئيس قوي من الفريق الاخر، نحن كمرد عم نقول لا، نحن مع الرئيس القوي حتى لو كان من الفريق الاخر، بين رئيس لا طعم ولا لون ولا ريحه. هلا طبعا عندنا نحن مجموعه اصدقاء مرشحين بنحترمهم وبنحبهم، وفي منهم بنتمنى انهم يكونوا رئاسه جمهوريه، ولكن في مواصفات رح تنوضع، في مواصفات رح نلتزم فيها نحن كمرادة، ومتى ما التزمنا بهذه المواصفات نحن معروفين، بس نلتزم بنوقف عند التزامنا وما بنغير عنه. طيب في اسماء مطروحه خارج اطار هودي الاربعه، الاقطاب الاربعه يلي هن مش ضروري يكونوا لا طعم ولا رائحه، يعني في اسماء طبعا في ناس محترمه، ايه في ناس محترمه مطروحه، وممكن انه تشكل نوع من التقاء، نوع من اجماع، مش ضروري تكون محسوبه لا على هون ولا على هون يعني. بس الخوف وين؟ انتوا دائما بتخافوا من ان تتحول هذه الوسطيه بحسب التجارب الى ميل الى فريق؟ لا ابدا، مش هذا الخوف. طبعا في اسماء مرشحه محترمه للرئاسه الجمهوريه، صحيح انا مش على المستوى الشخصي، وفي بيناتهم مطروحين اصدقاء للمرضى واصدقاء لي، مش عم بحاول اقلل من قيمتهم. نحن رئيس وسطي شو بيعمل؟ جمدنا البلد كلياته لانه في رئيس وسط، كل التعيينات توقفت لانه رئيس الجمهوريه بده حصه من التعيينات، وبده يتنافس هو والاحزاب الموجوده اللي عند الناس واللي بتمتلك الشارع. يعني من هون فكره الوسطي عم بيصير منافس للزعماء الموارنه، ما عم بيكون مكمل لالهم، وما عم بيقدر ينقل يعني اخر شيء الهم المسيحي والهواجس المسيحيه، يعني عم يلتهي بفكره ان يدخل الى الرئاسه ويظهر زعيم. صح بالطبع، يعني هيك مع يعني كتله ومع خدمات ومع حزب يمكن ومع مع العلم انه اذا بيوصل رئيس قوي مش مطلوب انه يعني رئيس الوسطي بمحلات عم بيستحي يقول انا مسيحي، يعني بس يكون في حق للمسيحيين، حق مش عم نقول احنا بدنا ناخذ حقوق حدا بيقول لا انا ما بدي طالب فيه، انا رئيس جمهوريه كل لبنان بصيروا يتهموني باني انا طائفي. اخي مش طائفي، حق انت اللي بيطالب بالحق ما بيكون طائفي. الرؤساء الاخرين ولو كانوا رؤساء مؤسسات، يعني رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب هن لكل لبنان، ولكن ما بيقبلوا انه طائفتهم تغبن. الرئيس نجيب ميقاتي كان اكثر من صريح بهذا المجال، بتتهميه انه طائفي؟ لا مش طائفي، عم لما بيدافع عن حقوق. هلا لما واحد بيقول انا بدي اخذ حقوق طائفي اخرى بصير طائفي، لما بيحكي كلام تحريض مذهبي او طائفي بصير طائفي، ولكن الرئيس الوسطي اللي عم بيطلع عم بيقول انا رئيس لكل لبنان، انا مش رئيس للمسيحيين بس. اخي مزبوط، والرئيس القوي اذا طلع بده يقول انا مش رئيس للمسيحيين فقط، انا رئيس لكل لبنان، ولكن ما بيكون خجول بانه يدافع عن حقوق المسيحيين يلي للاسف مهدوره الى فتره طويله، شراكتهم منقوصه بالبلد على المستوى السياسي، مجلس القانون الانتخابي، على مستوى الوظائف منقوصه هذه الشراكه، لازم يجي رئيس يستعيد هذه الشراكه وما يكون مستحي باللي عم بيعمله، وما يكون هو جاي ينافس الزعماء تي هو يعمل زعيم، وما يكون اذا بده يعين مركز بشخص بمركز معين بدنا نقعد نفتش مين الشخص اللي مع رئيس الجمهوريه. وهلا عندنا تجربه رح تصير يعني قريبا، بس يترك الرئيس سليمان رئاسه الجمهوريه في اشخاص عينهم ببعض المراكز، هول الاشخاص نفسهم رح تشوفيهم عم بيروح يفتشوا على مرجعيات تيحموا راسهم بعدين، لانه بهيدا البلد كل الناس بتحمي راسها. بتصير دائما مع كل العهود، لو كان يعني بينتمي لشخص زعيم ومرجعية ما كان مضطر يفتش على، بس قصدي انه صارت بكل العهود. ايه طبعاً, طبعا طبعا يعني لأنه ما في شك يعني شهدناها بكل العهود، فمش غريب انك تشهدها بهذا العام. بعد معي دقيقة بدي ما رح نلحق نفوت بمواضيع كثيرة، بس في سؤال بدي اساله، بدك تسمح لي عن عم نحكي شأن مرضى صرف. تفاجأت يعني بالمقدمة اللي حكيت. لا شأن ليه عم نحكي على البيت الداخلي؟ لا تفاجأت بنحكي بالبيت الداخلي. لا بالعكس ما عندي اي مشكلة، تفاجأت انه في كلام يحكى عن البيت الداخلي، يعني انه في شيء نحكي. ايه في كلام من محبة الناس بتيار المرضى ايام، يعني معروف انه سليمان بيك فرنجية رئيس تيار المرضى شخص محبوب ومحترم حتى من اخصامه السياسيين، انه شخص مبدئي وشخص ما بينقل البندقية وكلام من هذا النوع. بس السؤال الأساسي اللي بنسمعه دايما، إنه ليش مصر سليمان بيك فرنجية وتيار المرضى أن يحصر حاله بالشمال وصغرته؟ شو هي
خطواتكم اللي عم تعملوها لكي تصبحوا حزب أو تيار منتشر مثل ما كل هذه الأحزاب منتشرة، مش بس والله لا كسر وين ما فيكوا تفوتوا علي هي محسوبة عفلين وهون ما فيكوا، إنه ليش مش كمان خارج إطار المناطق المسيحية؟ لا طبعا بهذا الشأن فينا نحكي وبحالة تحكي لنا هذا بده جلسات، ولكن سؤال يعني بنقراه وبنشوفه دائما. نحن عندنا خطة للانتشار بكل المناطق اللبنانية وبشرنا فيها وبدأنا فيها، هلا ما كانت بالسرعة اللي الناس طالبتها أو اللي نحن كنا مفكرين فيها بالبداية، ولكنها مقبولة يعني بالنسبة لنا كتجربة. فتحنا مكاتب بأقضية من زحلي مرورا ببعبدة للجبال الكسروان والمتن، مرضية كتير لنا. عم نشوف نحن حماس حب الناس لسليمان فرنجي ولتيار المردة، بقول سليمان فرنجي لأنه بلبنان شخصية رئيس الحزب هي اللي بتطغى وهي طبعا صحيح. ففي يعني موجودين بقلوب الناس، يعني نحن تفاجأنا بأنه الناس بتحب أنه نكون موجودين بجزين، بتحب أنه نكون موجودين ببعبدة، والناس عم تتفاعل معنا بشكل إيجابي كتير. يمكن عم تطلب منا خطوات سريعة، نحن عم ندرس خطواتنا أكتر، ولكن الأكيد أنه عنا خطة متكاملة وإن شاء الله بوقت قريب منباشر فيها إن شاء الله. على كل حال هيدي من محبة الناس كمان، مثل ما قلنا حتى الخصوم السياسيين يعني بيحترموا يعني مبدئية. إحنا بالنسبة لنا السياسي مبدأ مش سياسي مراوغة، في مبدأ يعني أنتوا كمان أصحاب مبدأ. إيه طبعا. لا يعني طبعا نحن ونحن نتعاطى أنه نكسب احترام الناس بهذا الموضوع. يعني الناس مهم بالسياسي أنها تحترمك، طبعا بيهمك انه الناس تحبك واخصامك يحترموك، وهيدا برأينا نحن هيدا انجاز ما بيتمتع فيه الا الناس الصادقين واللي بيحكوا الكلام اللي هو مثل ما هو مع الناس ما بيكذبوا على الناس. نحن للاسف انتهى وقتنا، كنا حابين نكون الوقت اكثر، في كتير كان بعد امور نحكي فيها خصوصا بالوضع الاقليمي يعني وكيف انعكاساته على داخل، ولكن جاي الايام ودائما البيت بيتك وضيف عزيز. شكرا. وغالي جدا علينا. مشاهدينا شكر كبير لكم ولمتابعتكم، والى اللقاء.